البداية كانت من نادي المقاولين، قعدنا في المقاولين حوالي 5 سنين. بعد كده رحنا دجلة، قعدنا برضو تقريبا 5 سنين، سنتين وصعد فريق أول، وأول سنتين شارك مع بابا فاصيليو ومع سلس المدرب الكرواتي. لعب تقريبا حوالي 25 ماتش دوري ممتاز وثلاثة كاس مصر، عمل اسيست وجاب جون في سيراميكا كليوباترا وكان ماشي كويس. جاله كورتريك بلجيكا، وهو بيمضي العقد كان جالنا اتصال من الكابتن امير توفيق ان الكابتن الخطيب عايز كريم ونادي الاهلي عايزه. بعد كده ما مضاش العقد، واول ما كلموه قال انا اختار النادي الاهلي، والاسره كلها اختارت النادي الاهلي على السفر في اوروبا. دي كانت اول سنه، السنه الاولانيه فشلت السنه اللي فاتت المفاوضات وكده، وبعد كده ربنا كرمنا السنه دي والمفاوضات كملت وبقى لاعب في النادي الاهلي. انا بقول له انت تعبت واحنا تعبنا معاك وحققنا حلمنا، لان احنا بنعشق النادي الاهلي والعيله كلها من اصغر واحد لاكبر واحد بيعشقوا تراب النادي الاهلي، فحافظ على النادي الاهلي لان النادي الاهلي نعمه لاي حد. طبعا كريم كتير كان متمسك بالنادي الاهلي ده، كان وكلنا كنا متمسكين بيه. في يوم اتصل عليا قال لي يا ماما انا القيد هيقفل بكره وهمضي، هروح نادي يعني. فقلت له وانت عايز ايه؟ قال لي لا انت عايزه ايه؟ قلت له انا عايزه الاهلي. قال لي خلاص مش ماضي يعني، خلاص ما مضيش. قلت له خلاص ما تمضيش، ايا كان النادي اللي انت هتروح احنا بنحترم النوادي كلها، بس احنا انتمائنا للنادي الاهلي. راح قال خلاص انا مش ماضي. والكيد فعلا كان اخر يوم وقفل ولعب في دجله تاني درجه تانيه، وقلنا مش مشكله ان شاء الله ربنا هيحقق لنا الحلم اللي احنا بندور عليه. والحمد لله بفضل طبعا من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا طبعا وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. عايزه اقول له ركز في اللي جاي، التيشيرت ده مش اي حد بيلبسه، حافظ على الكيان اللي انت موجود فيه دلوقتي، وان شاء الله تحقق حلمك واشوفك في الدوري الاسباني، وان شاء الله اشوفك في مكان احسن من اللي انت فيها دي بكتير. وطبعا ما فيش احلى من مكان نادي الاهلي طبعا، بس اللي جاي اقوى، وتيشيرت نادي الاهلي مش سهل، فاتعب وربنا يوفقك وان شاء الله خير. لما كان مضى جاء وحضني وحضنته وكلمني عادي، ربنا يوفقه واشوفه زي محمد صلاح.